هل صحيح بأن هيكل الطائرة يتكهرب عند الإقلاع والهبوط؟ هلا فيها وما فيها. الطائرة لما تمر بالشتاء أو بالغبار أو بالثلج بتعبي شحنة كهربائية. هاي الشحنة الكهربائية على الطائرة حيتم تفريغها بمناطق معينة بالطائرة، معقول تأثر على اتصالات على الطائرة. فمن هيك لنحل المشكلة، عنا شيء اسمه ستاتيك ويك. حنزل هلا لفرجيكم الستاتيك ويك شو هن. هيدولي هن الستاتيك ويك، بيطلع شكله كأنه عصايات صغيرة طالعين من الجناح، هيدا الاليفيتر، وهيدولي على الرادر. موجودين كمان على الوينجلتس تبع الجناح. الستاتيك ويك شغله الأساسي هو أنه يفرغ شحنات الكهربائية اللي تراكمت على سطح الطائرة بعيد عن أجهزة الاتصالات، بهيك ما بيشوشوا وما بيعملوا مشاكل لألنا. فخلاص الموضوع، لا، الطائرة ما بيتم كهربتها، ما بتتكهرب أثناء الإطلاع والهبوط. اللي بيصير هو أنه سرعة الطائرة بالهواء بيعمل شحنة كهربائية على غلاف الطائرة، والستاتيك ويك بيعملهم ديسشارج لنحمي الاتصالات، علما انه هيدولي ما بيخففوا الاحتمال انه الطائرة تنضرب بصاعقة من الغيوم. على كل حال انا طبعا ريكس من المستقبل لخبركم انه صوتي صار احسن، حينزل كم فيديو صوتي بعده فيه خربان، بس معليش طولوا بالكم علي، ما تنسوا اللايك والفولو، وبشوفكم بحلقة الجاي.